بالنسبة للشباب المحمدية والوداد، كي شفتي النتيجة بعد أول ظهور ديال المدرب الجديد ديال فريق الوداد عبد اللطيف؟ وي صراحة شنا غيابات في الوداد، شنا كذلك عودة فان دير بروك، ياك فان دير بروك المدرب السابق ديال فريق الجيش الملكي، عودة عبد الله صابر اللي صراحة فرحنا لها. مقابلة كانت جميلة، مقابلة كانت رائعة صراحة، شنا أجواء مزوينة في ملعب البشير، تبعت المقابلة يعني الوداد تحت على وسط الميدان، شنا صراحة داودي الجعدي وبهرة. أول مرة منذ بداية المقابلة كيعتمد المدرب على الظهير الأيمن أي تعلل، اللي تشكيلة يعني تشكيلة يعني اللي دائما كنشوفوها، كشي مؤيد لافي كذلك بدا من بداية المقابلة، ودي مع المدربين كلهم اللي دازوا ما شناش مؤيد لافي كيبدا من بداية المقابلة، وشنا حاجة مهمة اللي صراحة أنا عجبتني، هو أن فاندربروك وعبد الله صابر عطوا عمادة شارة العمادة لأونجم، لأن هذه رسالة كبيرة، أونجم أنا راه معتمد عليك، أونجم عندك دي كاليتي اللي تبارك الله مزيانة، ها العمادة، وباش تاخذ العمادة في الوداد راه ماشي سهلة، العمادة خداو لاعبين كبار، مصندا، فخر الدين، بن شريفة، رشيد داودي، عزمي، مجموعة من اللاعبين الكبار اللي خداو العمادة، والعمادة لها مكانتها داخل مكونات فريق الوداد الرياضي. المقابلة كانت جميلة، شنا هدف أهداف جميلة، سامبو بوهرة هدف جميل جدا، هدف جميل ديال بوهرة جدا بالاكستيريور، لعبة الكبار، شنا الجعدي سجل أهداف، وهنا واحد النقطة، مطيع صراحة انقذ البارح الوداد واحد، لأن واحد الريفلكس كيفاش بدو واحد الكرة، ولكن بعد الأخطاء على مستوى الكرات العالية، وكذلك هذيك العسريه اللي خصو يبعد منها. انا كمدرب حراس وكحارس دولي سابق بغيت اكيد مقابله صعيبه، علاش؟ لان مطيع لعب مع الفريق اللي لعب معاه واحد 3 سنوات، فريق اللي جا من طاج عنده، فريق اللي بينوا على مستوى القسم الوطني الاول، كيكون واحد الضغط شويه وكاين واحد الستريس، مي نتمنى المطيع كل التوفيق، ولكن يزيد يحافظ على 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 ديك المكانه ديالو، ويحاول ايفيتي الاخطاء اللي كره في التمرير ما دارش كونترول، ولكن باش دير هذيك خاصك تكون لاعب بزاف المقابله، ان كونترول نعطي لاباس للجهه اليسرى، سو كونترول عطيتي لاباس، دارك ان موفي باس، خداها اللاعب ضربها، عطى لاباس في الانترفال، الجعدي بغى يحيدها مارك عليه، دونك ولكن يوسف مطيع صراحة نقد واحد الكرة، والكرة عموما في المردود ديالو في هذه المقابلة الكاملة اللي دخلها جيد، لا صراحة ممتاز ممتاز، ما كان رغم اني كنحملوا الهدف ديال 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 اللي تسجل على الوداد، راني اكيد انا ضربت في الخطأ الخطأ ديالو ديال التمرين، كذلك ناقوس ياك اللي سجل ضد المرمى، مع العموم كانت مقابله جميله صراحه، مقابله جميله، شفنا فيها كل شيء، شفنا فيها لو ريتم، شفنا فيها الدفاع بدني، شفنا، ولكن الشباب ما الشوط الاول ما كانوش في لو توب، 20 دقيقه ديال الشوط الثاني كان الشباب ومن خلال استطاعوا يسجلوا الهدف الاول ديالهم، لكن صراحه تجربه لاعبي الوداد واصرارهم على الانتصار، لان المقابله كانت صعيبه، علاش؟ لان صعيبه للطرفين، فريق شباب المحمديه يريد الابتعاد عن المناطق المكهربه المؤديه للقسم الوطني الثاني، وفريق الوداد الرياضي اكيد باغي يدير واحد الضغط على 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 فريق الجيش الملكي، لان نقطه واحده ممكن تخاد. على العموم مقابله جميله، مقابله حضر جمهور ممتاز، التيران يعني مده هذه مشينا ملعب الباشير مملوء عن اخره، برافو للفريقين، نتيجه ديال 3-1. لو تتعرف هذا لو ديكليك هذا ديال تغيير المدرب كتعطي واحد الشان للاعبين، لان اللعابه هما كيبغيو يبينوا الفاندربروك، لان هنا راه نستاهلوا لا تكلمتي دابا على مؤيد لافي ولا على بوهرا كيلعب ولا اي تعلل، باغيين يبينوا باش تولي عندهم مكانه ديالهم في فريق الوداد الرياضي. الغيابات صراحه لا الحسوني ولا جبران مزيان، لان هاد اللاعبين ارتاحوا، الله يرضي عليك، ارتاحوا، لان مقابله ديال سان داونز غتكون ان شاء الله السبت المقبل،
بغيناهم ان شاء الله يعطوا واحد الاضافه لفريق الوداد، ونتمنى كل التوفيق ان شاء الله من اجل اولا نشوفوا الفينال ديال الشامبيونز ليغ واللي ما نفوزوا به ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.